وكمان هصوركم اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا رب الامتحان يبقى بكرة سهل قوي، ويا رب كمان انجح يا رب. مالك يا غزولة يا حبيبتي، في ايه؟ بصي يا مامي، انا بعد اللي بكرة يبقى الامتحان سهل. يا رب يا رب يا غزل، ان شاء الله. طول ما انت بتقولي يا رب وبتصلي وبتدعي ربنا، ان شاء الله ربنا يحقق لك كل اللي بتتمنيه. ان شاء الله يا ماما. دلوقتي بقى هتعمل ايه؟ تقومي تنامي بدري علشان الصبح تبقي نشيطه وتعرفي تحلي في الامتحان. حاضر. يلا يا حبيبتي، يلا. برافو عليكي، شطور. يلا يا حبيبتي. هي غزل اتاخرت كده ليه؟ مش عارفه يا امنية. يلا بقى يا غزل تعالي. امنية. نعم يا غزل. احنا هنعمل ايه يا امنية في الامتحان يا امنية؟ وتعرفي اصلا يا امنية الامتحان صعب قوي، وكمان انا ما ذاكرتش حاجة. ايوه يا غزل، الامتحان صعب، وانا كمان زيك ما ذاكرتش. وكمان بيسندح على الفن، اللي هيغش تسحب منه ورقته وتكتب عليها غشاش. طب هنعمل ايه يا امنية؟ بصي انا عامله حسابي، انا مصوره المنهج كله على التليفون، ولو عرفت اغش اغششكم كلكم معايا. ماشي يا امنية. ماشي، يلا بينا بقى، تعالي. يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا اقعدوا. شكرا يا ميس نجاه. طبعا انتوا الثلاثه بتسالوا اشمعنى انتوا اللي بتمتحنوا هنا في نص الشارع. ايوه صح. طبيعي، علشان اولياء امور كتيره جت للمدرسه واشتكوا اشمعنى انتوا اللي بتطلعوا الاوائل هنا بس في المدرسه، بيحسبوكوا اللي انتوا بتغشوا. قلت لهم لا، الطلاب عندنا مش بيغشوا خالص، وهم أيوة. مش مصدقين، فقررت امتحنكم هنا انتوا لوحديكم في نص الشارع عشان ما حدش يغش ولا حد يبص جنبه، وكمان هصوركم عشان اي ولي امر يقول لي ان انتوا بتغشوا اوري له الفيديو على طول. تمام؟ تمام. انتوا مذاكرين كويس؟ ايوه مذاكرين. مركزين؟ مركزين. تمام، انا هوزع ورقه الامتحان، كل واحد هيكتب على الورقه اسمه ورقم جلوسه، واللي هلمحه بيبص للي جنبه هسحب منه الورقه على طول. تمام؟ تمام تمام. وهيتكتب له طبعا غشاش. اتفضلي يا غزل. اتفضلي يا امنيه. اتفضلي يا مكة. ثلاث نماذج امتحان عكس بعض تماما، مفيش امتحان شبه التاني. تمام؟ تمام. عشان اضمن بس ان انتوا ما تغشوش. كمان هصوركم اهو. اهم يا جماعه، بيمتحن في نص الشارع بدون مساعدة أي مدرس، عشان انتوا بتقولوا ان باباهم مدرسين فبيغشوا عندنا في المدرسة. لا، هما مش بيغشوا ولا حاجة، ده مجهودهم. وبناتي شاطرين صح؟ صح صح, صح. يلا حبايبي بصوا في ورقتكم، اي حد هيقف معاه سؤال يقول لي اقراه له لو حاجة مش واضحة. ها، النموذج بتاعك فيه اي حاجة مش مفهومة؟ لا. هنا بيقول لك اختيارات، الرقم اللي مكتوب بالعربي هتكتبيه باللغه بتاعته. تمام؟ تمام. يلا حبيبتي، هنا بيقول لك رتبي. تمام. وهنا هتختاري اي حاجه واقفه معاكي. لا، انت شاطره يا امنيه، انا مش عايزه الشارع يوترك. ماشي، ركزي في ورقتك وهتحلي كله صح. تمام؟ حاضر. يلا حبيبتي. غزل، حاجه واقفه معاكي؟ لا. يقول لك وصلي واكتبي الحاجات اللي ناقصه هنا. ركزي يا غزل، انت شطوره، استاذ محمد استاذ شاطر هنا في المدرسه، لازم تبقي انت كمان شاطره شبهه. فاضل نص ساعه والامتحان هينتهي، مش انتوا اللي تخافوا، انتوا زمانكم اساسا المفروض تخلصوا الامتحان دلوقتي. يلا. لو سمحت يا استاذ. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ عامله ايه يعني؟ اللي انت عاملاه في نص الشارع ده، في دلوقتي خبطتكم، انت بتهزري ولا ايه؟ دي لجنه امتحان وتخبطنا ليه؟ ما الشارع واسع اهو. يعني ايه لجنه امتحان؟ فهميني كده.
دلوقتي يا استاذ احنا مدرستنا فيها مشكله كبيره جدا وده حلها الوحيد. يرضيك اولياء الامور يقولوا اللي احنا بنغششوا الطلاب في المدرسه عشان هم اولاد المدرسين؟ يعني ده صح ولا غلط؟ لا مش غلط، انا بثبت لاولياء الامور ان اولادهم بيمتحنوا من غير اي غش. انا بالنسبه لي غلط، انا لو بت معاهم قسما بالله ما هسيبك. يلا بينا نغشوا بسرعه يا امنيه. طيب ماشي. بص انا هحل الامتحان بتاعي الاول. طب انا بعديكي يا امنيه. لا انا يا امنيه بعديك. انا يا لا غزل الاول. طب بسرعه يا امنيه والنبي. حاضر ثاني. بسرعه يا امنيه والنبي. يا امنيه يلا يا امنيه. ماشي حاضر. خذي غزل. يلا يا غزل بسرعه يا غزل. يلا استنى. بص على الميز. بص على الميز. يلا يا غزل بسرعة يا غزل والنبي. ايه اللي انت بتعملي ده؟ انت بتهزري. ده اسلم حل يا استاذ. اسلم حل؟ ايوه. انت بتهزري قسما بالله. وبعدين حضرتك الشارع مش ضيق، مفيش عربيات راكنه في الشارع كده او كده، فممكن تعدي. اذا كان اللجنه مضايقاك ممكن اشيل لك ديسك تعدي وخلاص. خذي خلاص. صح خذيها. يعني دلوقتي لو خبطتهم هتقولي لي نفس الكلام؟ ما حضرتك مش هتخبطهم. هتخبطهم ليه؟ الف بعد الشر عليه. انت معصب نفسك ليه؟ انا غلطان لو وقفت واتكلمت معاكي. تقصد ايه حضرتك؟ بقول لك ايه يا استاذ، انا مدرسه محترمه، انا ما اسمحلكش. اوعي اوعي اوعي. خلي بالك تخبط الطلاب. خلصتوا؟ ربنا يستر عليكم يا حبايبي والله. الامتحان ولا لسه؟ ايوه اصلا ماشي. الامتحان سهل ميه اصلا. انا عارفه ان انتوا شاطرين يا حبايبي اصلا، واي اشاعه بتتقال عنكم ده كذب. ايوه طبعا. اتفضلي اتفضلي. يلا يا حبايبي نبداوا بورقه غزل. ايه الشطاره دي كلها؟ ميه من ميه. شكرا يا غزل. برافو عليكي يا غزل. مكة. ايه يا مكة الشطارة دي؟ مية من مية. يا شطرة. اما بقى امنية. لا امنية شطرة، عشان امنية كان اصعب امتحان فيكم. جدع يا برافو عليكي يا امنية. انتوا كده شاطرين يا حبيبي وانا مبسوطة بيكم جدا. فرحانين؟ فرحانين. مبسوطين؟ مبسوطين. كده احنا لغينا اي اشاعة تتقال عن المدرسة او عليكم يا حبايب. ايوه يلا تعالوا اصوركم بقى ان انتوا قفلتوا الامتحان انتوا التلاتة. ماشي يا جماعة، ولاد المدرسين هم شاطرين. التلاتة قفلوا امتحانوا. وريني الورقة اهي. دي نموذج جايبه 100 من 100، نموذج مختلف عن صاحبتها. وريني يا امنيه. 100 من 100. يلا يا مكه. 100 من 100. كده يا جماعه انا بنفي اي اشاعات. في يا رب ان شاء الله يا رب تجيبي 100% يا رب. وتعرفي كمان يا ماما، المس يا ماما كانت عامله لنا يا ماما الامتحان في نص الشارع. يعني ايه عامله لكم لجنه في نص الشارع؟ يعني ازاي ده ينفع برضو يا غزل؟ انا صراحه ما اعرفش. لا يا حبيبتي تلاقيكي، بس انت عشان انت بتحلمي بالامتحان فنمتي يعني تخيلتي كده. بس انت يا ماما ليه صحيتيني يا ماما؟ كنت خليني بقى هتتاخري.